أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة: فضح للمنافقين بخطاب عجيب. قال الله: أأمنتم من في السماء، وهو الله عز وجل بقدرته وبملكه وبعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وجماله وكماله، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذه الأرض التي أودعها الله لكم وهيأها وجعل رزقكم فيها، أأمنتم من في السماء أن يخسفها بكم؟ فهو القادر سبحانه وتعالى أن يجعل الشيء ضده كما ذكر الله في أول السورة، وهو القادر على أن يجعل الشيء لحكمة ولضدها. فهو سبحانه وتعالى هنا يرهبهم ويتوعدهم: أولئك الكافرين الجاحدين لنعم الله الزاعمين التصرف لشيء من بعض التصرف لآلهتهم. فالله تعالى يخوفهم فيقول: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تتحرك وتموج. ثم يقول الله: أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. تخويف من الله عز وجل. هذه النجوم قد يجعل الله عز وجل منها حاصبا يحسبهم، أو حاصب من حجارة يحسبهم بها. فستعلمون كيف نذير، هنا توعد من الله لهم، توعد قريب منهم. فستعلمون كيف نذير، ينذرهم الله بقرب وعيده لهم حال كفرهم وإصرارهم. ثم يذكرهم الله بالسابقين المكذبين، فقال: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري، كيف كان إنكاري لهم، كما أنكروا نعمتي وأنكروا آياتي فكيف كان نكيري لهم بالعذاب الشديد والوعيد الأكيد. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في استعراض آياته، وهو حال الطير. السؤال البديع هنا يحتاج تأمل: ما سر ذكر خلق الطير مع أن في مخلوقات الله ما هو أعظم من الطير؟ ما سر ذكر خلق الطير في دلائل قدرته وكماله وملكه دون غيرها من المخلوقات؟ فهناك من المخلوقات البر والبحر والسماء والأرض ما هو أعظم من الطير، فلماذا ذكر الطير هنا سم؟ نعم، كله ما من دابة إلا الله رزقها. نعم، أو تشير إلى الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قد يكون ذلك، لكن فيه أدل. نعم، إيش؟ طيب، يراها الناس جميعا، جيد. وغيرها؟ ها؟ لا، أنا سمع. ها؟ دلائل يعني قدرة الله في دقة طيرانها. طيب، هذا أيضا، تفضل يا أخي. طيب، ما ذكرتم يعني لعله يدخل في هذا،
من أسرار ذكر الطير أيها الإخوة، من أسرار ذكر الطير أنه مخلوق بين السماء والأرض، أنه الطيور مخلوقة بين السماء والأرض. فكما أظهر الله عز وجل قدرته في خلق السماء، ثم أظهر الله قدرته وكمال خلقه في الأرض، أظهر سبحانه وتعالى قدرته فيما بينهما مما يشاهدونه، والله تعالى أعلم. ثم أيضا في دلائل قدرة الله عز وجل في دقائق تلك الطير وطيرها وطيرانها، ولاحظوا وتأملوا أنه قال أولم يروا، وهم يشاهدون تلك الطيور التي ربما يغفلون عن يعني دقة حكام الله في خلقها وإبداعه سبحانه وتعالى، قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، كيف تطير وهي صافات أي مصطفة، أو يدخل في ذلك طيرانها على حالة واحدة. إنك والله يا أخواني لتعجب، وتظهر يظهر إبداع هذا المخلوق خلق الله فيه حينما يطير وهو باسط أجنحته لا يتحرك، يعني يسير ويطير مسافة وهو ثابت في عرض أجنحته. إنك ترى عجبا قدرة الله فيه، كيف يطير وهو ثابت؟ ثم أيضا لاحظ أنه قال صافات ويقبضن، يعني أظهر الله عز وجل قدرته أو إظهار قدرته في كونه يطير بلا حركة، وكونه أيضا يتحرك في فوق وأعلى ويمين ويسار. ثم أيضا من دلائل أظهار قدرة الله في هذا الطير أنك أنت أيها الإنسان الذي أنت أعظم قدرة من هذا الطير في خلق الله عز وجل، كيف لا تطير أنت؟ كيف استطاع هذا المخلوق الضعيف أن يطير فوقك؟ لو كان لك قدرة وتصرف وملك أو لما تدعوه من دون الله، هذا خطاب للكافرين، لكان لك قدرة أن تتصرف مثل هذا الطائر. ثم أن هذا الطائر ما استطاع أن يتعلم الطير ويفقه هذا الطير ودقائق الطيران التي يجمع العالم الآن أنها من دقائق العلم، طيران وفنه وأسراره شيء عجيب، إلا أن وراء ذلك معلم وخالق سبحانه وتعالى ومبدع أودع في هذه الطير قدرة وعلم لا يعلمه الإنسان، لا يعلمه الإنسان، مع أن هذا الإنسان الذي في قدرته وتصرفه أكثر من الطير، إلا أنه عاجز عن أن يتصرف مثل ذلك الطير. أفلا يعي الإنسان ضعفه؟ أفلا يعي الإنسان أن هذا المخلوق الطائر دال على قدرة الله الذي أنفذ في هذا الطير قدرة وعلما بالطيران؟ هذا من دلائل وإبداع إيراد هذه الآية في دلائل كمال قدرة الله وملكه سبحانه وتعالى. قال الله ما يمسكهن إلا الرحمن. تصوروا وتأملوا أيها الإخوة أن الله تعالى ربط إمساكه بالرحمة، ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني من اللي يمسك هذا الطير لا يسقط إلا رحمة الله التي أودعت في هذا الطير هذه القدرة. وإذا كان هو القادر على إمساك هذا الطير أن تقع، فهو القادر على أحوالكم وتصرفكم، وهو القادر عليكم. انظروا أيها الإخوة دلائل إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى فيما يشاهدونه لعلهم يعون. قال الله سبحانه وتعالى إنه بكل شيء بصير، فإذا كان يبصر كل شيء سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء. تأملوا هذا من دلائل الكمال، العلم، القدرة، الخلق، البصر، إنه بكل شيء بصير. ما أعظم أيها الإخوة ما بنيت عليه السورة من دلائل حقا الملك الذي كمل من جميع الوجوه له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إنكارا عليهم وتحديا لهم أمن هذا الذي هو جند لكم من الأصنام وغيرها ممن يستنصرون بها ينصركم من دون الرحمن. أين هؤلاء؟ هل لكم دون الله أحد ينصركم من دون الله من الأصنام وغيرها؟
قال الله عز وجل إن الكافرون إلا في غرور، مغترون بما هم فيه، مغترون بأصنامهم، يحسبون أنهم على شيء وليسوا بشيء. إن الكافرون، ولاحظ إيراد لفظ ما لم يقل إنهم في غرور، قال إن الكافرون، كفرهم أودى بهم وآل بهم إلى الغرور والاغترار بما هم عليه، يظنون أنهم على شيء. قال الله سبحانه وتعالى، وهذه في هذه الآية أيها الإخوة، والله إن فيها لدلائل من أن كل قوة من دون الله ليست بشيء، كل قوة من دون الله ليست بشيء، وهذه القوة التي يستعصم بها الكافرون ويستقوي بها اليهود والنصارى على المسلمين وعلى أهل الأرض، والله ليست بشيء عند قدرة الله ونفوذه وإرادته. أمن هذا الذي هو جند لكم من جنود وعتاد وعدة وقدرة تظنون أنكم نافذون فيها ينصرونكم من دون الرحمن؟ لو أراد الله أن يغرق أمريكا بلحظة لكان ذلك، فأين قوتها وأين نفوذها؟ والله ليست بشيء. رأينا صور قبل يومين في فيضان أصابها، وأسأل الله أن يرينا فيه بأسه الشديد، كيف دمر يعني بنيان ودمر سيارات. أين قدرة هذه الدولة المزعومة؟ والله يا إخواني ليست بشيء. والله إنه لمن عظيم إيماننا وتوكلنا على ربنا ويقيننا به أن نستصغر تلك القوة، لكننا نحتاج إلى عظمة إيمان ويقين وتوكل وسعي إلى نصرة الله ودينه. قال الله عز وجل إنكارا عليهم مرة أخرى، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ هذا الذي يرزقكم من دون الله لو أمسك رزقه، إن الكافرون إلا في غرور. ما الذي يرزقكم؟ هل في الكون أحد يرزقكم إلا الله عز وجل؟ لو أمسك رزقه ذلك الذي تزعمون أنه سبيل لرزقكم أو مالكم أو مصدر رزقكم، من يرزقكم إلا الله عز وجل؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، بل لجوا في عتو ونفور، من لجاج وشقاق ومجادلة، في عتو واستكبار ونفور، لا يقرون بذلك ولا يؤمنون تمام الإيمان الذي أمرهم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه، بعد هذا البيان وهذا الاستعراض التام، والله إنه لعرض عظيم بديع في آيات الله وقدرته وكمال نفوذه وتصرفه وعلمه وبصره، أين من يسمع ويعقل ويعي ويرى؟ فلذلك قال الله بعد ذلك أفمن يمشي مكبا على وجهه. هؤلاء الذين أنكروا وكفروا هم والله قد أكبوا على وجوههم، لا يرون آيات الله حقا، ولو كانوا يرونها لآمنوا ولأيقنوا ولعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. أفمن يمشي مكبا على وجهه منكسا رأسه لا يرى ما أمامه، ما ظنكم كيف سيكون طريقه؟ سيهوي في حفرات وفي سحيق لا يدري ما نهايته، لا يرى ما أمامه. أفمن يمشي مكبا على وجهه، تأملوا إنسان يا أخواني يمشي وهو مكب، كيف أين سيمضي؟ لا يدري، أولا لا يدري أين يذهب، هذا أولا، وهذا حال أولئك لا يدرون أين يذهبون. والأمر الثاني أنه بإكبابهم وجوههم لا يدرون ماذا يعترضهم من هويات أو صاعب أو جدران أو غير ذلك. فتصوير الله عز وجل لحالهم تصوير بليغ. وكل إنسان يا إخواني غفل عن آيات الله، كل إنسان أعرض عن ذكر الله، والله إنه يمشي كأنه مكب على الأرض، مكب وجهه على الأرض، لا يدري أن يذهب،
يدلك هذا على حال نفسية يعيشونها أولئك المعرضون، وهو الحيرة والحسرة والألم، يتوقعون ما يحدث لهم من ما يحدث من مخاطر أو عقبات أو نحو ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله عز وجل في حال المؤمنين، قال أفمن يمشي مكبا على أفمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. سويا مستقيما، مستويا، قامته معتدلة، وجهه أمامه يرى ما أمامه، ثم ليس هو يمنة ويسره، على صراط مستقيم. ما أجمل وأعظم هذا الوصف البليغ، على صراط مستقيم. من هم أولئك؟ هم المؤمنون بالله الذين يرون آيات الله ويشاهدون ويقرؤون، ويزيدهم بذلك بصيرة وهدى واستقامة على طريق الله. قال الله تعالى قل هو الذي أنشأكم، إعادة على بيان قدرته، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر. قليلا ما يشكر الإنسان يا إخوة نعمة السمع، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة القلب بما فيه من إيمان وبما فيه من إدراك حس وغير عقل، وما في سمعه من ما يسمعه من الأصوات ويدركه من أصوات البشر وغيرها، وما يراه في عينه. أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عز وجل، ولذلك يصرفونها في معصية الله عز وجل. الذي يصرف نظره وسمعه وقلبه وهواه إلى غير الله، والله إن ذلك لكافر بنعمة الله. قال الله تعالى قليلا ما تشكرون، ثم قال الله قل هو الذي ذرأكم، أي بدأكم وأنشأكم في الأرض وإليه تحشرون، أنتم منه وإليه فأين تذهبون. هذه أيها الإخوة، هذه الآية كافية حقيقة في إقناع كل من يعيش حيرة في الحياة. الحيرة والشك والشبهات التي يعيش بها العالم كلها دائرة في قضيتين اثنتين، من أين أتينا وإلى أين نذهب. هذه الآية العظيمة تدلهم وتجيبهم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال الله عنهم عياذا بالله عن في إصرارهم بعد هذا العرض وهذا البيان التام، إصرارهم وعنادهم، قال الله عنهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أعوذ بالله، يعني يستعجلون وعد الله الذي وعدهم بالعذاب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله، الله عز وجل أخفى على عباده العلم بالعذاب والساعة. لماذا؟ ما سر إخفاء الساعة عن الخلق وإخفاء أمرهم الغائب عنهم في الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. حتى أولا، نعم أحسنت، حتى يستعدون لذلك. والأمر الآخر وقبل ذلك هو من دلائل كمال قدرة الله ونفوذه وتصرفه ملكه، علم الله الغيب كمال قدرة الله، كمال ملكه سبحانه وتعالى. هذا من دلائل الملك التام، أنه يعلم ماذا سيكون وماذا سيفعل. أرأيتم كيف كان شأن إبراهيم مع النمرود؟ ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم، نعم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هنا في التصرف، لاحظوا هو في التصرف، فماذا قال إبراهيم؟ قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس، قال إبراهيم، نعم،
إذ قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم إن الله قال إبراهيم قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت أظهر تصرفه في حيلة من عنده أنه جاء بسجينين فقتل واحدا وترك الآخر فماذا قال إبراهيم؟ قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فكمال التصرف هو من وكمال العلم هو من كمال الملك قال الله عز وجل قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا هذا يبين الله تعالى يصور حالهم في الآخرة فهو تصوير بليغ عظيم كأنهم قد وقع عليهم العذاب وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ثم قال الله عن نبيه قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا إذا كنتم تسعون لهلاكنا والقضاء علينا ويعني قد ضاقت بكم الدنيا ضاقت بكم الدنيا علينا ولا تريدوننا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هل ستسلمون إن أهلكنا الله هل سيجيركم ذلك من عذاب الله لا والله بل سيزيدكم عذابا وسيعجل بعذابكم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هذا في هذه الآية فيها قوة التوكل على الله وعدم عدم رضوخ الكافر مهما كان قل أرأيتم إن أهلكني الله أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قوة في البيان والحجة وثبات على المبدأ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا لاحظوا أيها الإخوة أنه أعيد لفظ الرحمن هنا مرة بعد مرة فيها استجلاب تلك الرحمة من عباد الله المؤمنين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فما دام سبحانه وتعالى هو الرحمن فنحن مؤمنون به وتوكلون عليه هو النافع الضار هو المتصرف بشؤوننا سبحانه وتعالى وذلك كله من دلائل ملكه سبحانه وتعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين ستعلمون اليوم بما يؤتيكم الله من عذاب عاجل في الدنيا وستعلمون غدا في الآخرة ثم ختم الله تعالى بآية تبصرهم بقدرته وتريهم عجزهم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قد غار في الأرض فمن يأتيكم بماء معين هذه مشهد من مشاهد قدرته الدال على كمال ملكه ويعرض لهم ذلك لأن سر في إرادة قضية الماء هنا لأنها أصل الحياة ومن كل شيء خلقنا نعم قال الله عز وجل في أصل خلق الإنسان نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي فلما كان الماء هو أصل حياتهم بين الله قدرته على أنه هو صاحب التصرف في الماء الذي فيه حياتهم قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا قد غار في الأرض وذهب فمن يأتيكم بماء معين قد ورد في ختام هذه السورة يقول يأتي به الله وهو على كل شيء قدير ورد أن أعرابيا لما سمع هذه الآية وهو كافر قال تأتي به المعاويل فجفف الله ماء عينيه فلم يستطع أن يرمش بها دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على البشر وتحذير لمن أنكر آيات الله سبحانه وتعالى أو جحد أو عاند
هذه السورة أيها الإخوة ما أعظم أن نتفكر بها ونتدبرها ونقرأها لكل يوم، لتوثق في نفوسنا معرفة ربنا وتظهر لنا كمال قدرته ملكه. وأقول أيها الإخوة لا بد لنا في حياتنا أن نقرأ في آيات الله عز وجل خاصة ما يقوي إيماننا بالله عز وجل، ويقوي تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، ويقوي معرفتنا له سبحانه وتعالى في كامل قدرته وملكه ورحمته. ذلك يزيدنا ثباتا وقوة في إيماننا وخشيتنا له سبحانه وتعالى وطاعتنا له. لعلنا نبتدئ فيما بقي من الوقت في سورة القلم. هذه السورة العظيمة تسمى سورة القلم، وتسمى سورة نون والقلم، وتسمى سورة نون. متى نزلت هذه السورة؟ هذه السورة نزلت في أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه أربع سور، هي من السور التي فيها بناء للنبي صلى الله عليه وسلم في مرحلته الأولى. نزلت عليه أولا سورة اقرأ لتظهر أساس العلم في بناء هذا الرجل النبي الكريم وكل داعية من أتباعه، العلم في قوله اقرأ. ثم نزلت المزمل في بيان أساس العبادة، وهو مقوم الثاني مقومات هذا الرسول الكريم ومقوم لكل داعية مؤمن. الثالث نزلت سورة المدثر التي هي فيها تظهر مقومة الدعوة، قم فأنذر. والرابع سورة النون أو القلم التي فيها مقوم الخلق الكريم، نون والقلم وما يسطرون إلى قوله وإنك لعلى خلق عظيم. هذه مقومات الداعية المسلم الذي يريد أن يحمل رسالة الله عز وجل ويبلغها للناس، العلم والعبادة والدعوة والأخلاق. إنها متينة عظيمة، من كملها وحققها لا شك أنه قد كمل في شخصيته وأهليته لحمل هذه الرسالة وتبليغها. قال الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون. هذه السورة أيها الأخوة مقصدها الأهم هو إظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وخلقه بالإسلام في مقابل لمز الكافرين له بالجنون والشعر والكهانة، فهي رد عليهم، وهي تسلية للنبي وتثبيت له وإظهار لشرفه، فهي إظهار لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتميزه بالخلق الكريم الذي تميز به دينه وهو الإسلام، في مقابل أن الله عز وجل أظهر أخلاق هؤلاء وما هم فيه من أخلاق سيئة كما ذكره الله عز وجل في الآيات التي بعد الآيات الأولى وسنأتي عليها. يقول الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون. هذه آية أيها الإخوة عظيمة، تبين لنا فضل العلم، فضل القلم والكتابة أهميتها، وأن هذه الكتابة يجب أن ترفع ويكون شأنها عظيم، وألا يكتب الإنسان إلا ما هو نافع له وللناس، وأن يرتقي بقلمه في خدمة الإسلام والمسلمين، خدمة هذا الدين، إذ أن الله عز وجل أقسم بالقلم الذي هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل. أول ما خلق الله القلم، قال أكتب، فكتب علم الخلق كلهم إلى قيام الساعة. دليل أيها الإخوة على عظمة القلم، هذا القلم الذي نحتاجه الآن في عصر الحاضر الذي ظهرت فيه أقلام وأفكار علمانية غربية تريد أن تزعزع مبادئنا. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعني بالقلم الذي عظمه الله
فيكون تعلمنا له لأجل أن نسطر ونسطر ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين. كم والله نحن بحاجة إلى الكتاب البلغاء الأدباء الذين يتعمقون في فكرهم فيسطروا لنا من فكرهم مما يستقونه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا كريما. نعم نحن الآن بحاجة شديدة، إذ أنه الآن انبرى أو ظهر فينا نازغة ونبتت فينا نبتة سوء أرادت أن تظهر بقلمها وفكرها كما يزعمون ضلالات الغرب وثقافاتهم، ويسوقون لها لنا ولأبنائنا وشبابنا ما يهدم مبادئهم وأفكارهم ودينهم وعقيدتهم. حقيقة أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة كم نحن بحاجة إلى الوقوف معها، كم نحن بحاجة يا أخواني إلى أن نربي ونوثق ونهتم بشأن القلم وشأن الكتابة وما نسطره. وأن الإنسان ونحن في زمن أيها الإخوة كثرة وسائل الإعلام، وسائل الاتصال التي يسمونها التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وواتساب وغيرها، كانت الحقيقة مثار كثر الكلام والحديث بين الناس، وتجد والله أكثرها غثاء لا فائدة فيه. أين نحن يا أخواني من استثمار هذه الوسائل في طاعة الله وخدمة الدين؟ مع أنني أقول بفضل الله عز وجل في مثل مجتمعنا نرى لله الحمد أن عددا من الدعاة وأهل الإيمان والدعوة والشباب قد نفروا بهذه الوسائل لخدمة الدين والذب عن حياض الإسلام والدفاع عن مبادئ الإسلام ومنافحة أولئك أصحاب الفكر المنحرف. كم هي نعمة أيها الإخوة نحتاج أن نسخرها لخدمة الإسلام. هذه والله وقفة مهمة تحتاج منا إلى وقفات. قال الله عز وجل وما يسطرون، من هم الذي يسطرون؟ إما أن يكون المقصود وما تسطر الأقلام، وإما المقصود هنا إذا كان القلم هنا اللوح المحفوظ، القلم الذي يكتب في اللوح المحفوظ، أو يكون القلم يقسم الله بالقلم عامة فيكون كل ما يسطر، فيكون المقصود به كل ما يسطر. والظاهر العلم الأول. قال الله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الله أكبر، أقسم الله عز وجل لأجل نبيه دفاعا عنه، أقسم الله بالقلم لأجل نبيه دفاعا عنه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما علاقة القسم بالقلم بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، من يأتي لي بالمناسبة؟ ها، مناسبة عظيمة حقيقة. القلم والعلم أليس هو كما الذي به كمال العقل؟ القلم والعلم هو الذي به كمال العقل. العقل إنما ينمو ويكمل بالعلم. فالله تعالى يقول الذي علم، الذي خلق القلم وسطر به علوم البشر كلهم والخلق كلهم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون بما وهبك الله من العلم وكملك به مما تسطره الأقلام. هذا يدلنا أيها الإخوة على أن تعلم العلم والقلم من دلائل كمال العقل، من دلائل كمال العقل. لكن العلم الصحيح الذي هو علم الله، العلم بالله وآياته وشرعه، هذا الذي يدل على كمال العقل. أرأيتم كيف أن الإنسان يكمل بعقله حينما يتعلم العلم والقلم والكتابة؟ لا شك أيها الإخوة. لذلك كلما كان الإنسان جاهلا كان كالسفيه أو المجنون، يعني لا يعرف شيئا أبدا في الحياة، ما قيمته؟ ليس له قيمة. قيمة الإنسان بعلمه، والعلم يورث بالقراءة والكتابة. ثم قال الله عز وجل وإن لك لأجرا غير ممنون. ما أعظم رعاية الله لنبيه، وإن لك لأجرا غير مقطوع،
غير ممنون، أي ليس فيه منه وليس هو مقطوع. فأجر النبي صلى الله عليه وسلم جار إلى قيام الساعة. ولماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ديننا وهو الذي بلغنا، فكل حسنة نعملها وكل علم نعلمه وكل عمل نعمله هو في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. جميع أمته لقيام الساعة في ميزان حسناته. وهذا معنى قول الله وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع وغير ممن فيه. فهو أعظم الخلق أجرا، أعظم الخلق أجرا هو عليه الصلاة والسلام بما شهد الله، كما أنه أعظم الخلق والبشر خلقا. فقال الله وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا إخوان الكرام إن هذه الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم أعظم شهادة يشهد الله عز وجل بها لمخلوق في خلقه. وإنك لم يقل على، قال لعلى خلق عظيم. ولاحظوا أيها الإخوة ما قال وإنك لفي خلق، قال لعلى، وعلى تدل على استعلاء والتمكن، فقد تمكنت من الخلق العظيم. ومن الذي وصفه بالعظيم؟ هو الله عز وجل العظيم سبحانه. أي خلق هو كان عليه الصلاة والسلام؟ أهو خلق الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أهو خلق السماحة والعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ أهو خلق الكرم؟ أهو خلق التعامل العظيم مع أصحابه ومع أهله ومع أعدائه عليه الصلاة والسلام؟ أهو خلق مع حتى البهائم؟ عم خلقه سائر المخلوقات. رأيتم كيف كان خلقه مع الجذع الذي بكى لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاء واحتضنه عليه الصلاة والسلام، جذع. وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا أخواني إن هذه الآية لكافية في فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، كافية في الذب عنه في الوقت الذي نرى وللأسف الشديد من نابتة من في أرضنا وشرذمة من أبناء جلدتنا افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتروا عليه، والله تعالى فوق سبع سماوات يشهد له بالعظمة وإنك لعلى خلق عظيم. ثم إن هذه الآية أيها الإخوة كافية في أن نهتدي بهديه وأن نكون على خلقه. ثم إن هذه الآية الكريمة أيها الإخوة دالة على أن الإسلام دين الأخلاق. إي وربي الإسلام دين الأخلاق، الدين التعامل، وإن كان الحديث مقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الإسلام أيها الإخوة من أعظم كمالاته أنه يكمل الأخلاق، فدلك ذلك على أن أعظم دين اكتمل بالأخلاق هو الإسلام. أين أهل الإسلام من أخلاقه؟ أين نحن أيها الإخوة في أخلاقنا وتعاملنا؟ يجب يا أخوان الكرام أن نجعل هذا المبدأ من أعظم ما نعني به في حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلق، وإن حسن الخلق لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأقربكم مني منزلا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. أليس هذا كافي أيها الإخوة أن يكون الإنسان سعيه حثيث في الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عله أن يحوز على هذا الفضل والشرف والشهادة التي شهد الله له بها ولأتباعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين
أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.